جيب جوعان وجيب يخلي صوت الحبوب نسمعه ذكرنا بدم الجمعة صوت الحبوب نسمعه ذكرنا بدم الجمعة دم الطاعة وذاك اليوم الشارع يغلي دم الطاعة وذاك اليوم. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بينا من داخل العراق من زاخو للفاو وين ما كنتوا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحد من ذن الأرقام الاثنين اللي تشوفوها أسفل الشاشة. أما اللي عايش خارج العراق يقدر يتصل بنا على واحد من ذني الأرقام الاثنين بأي لحظة من لحظات البرنامج، وأيضا أبناء الداخل يقدرون يحصلون على واحد من ذني الأرقام. فعندكم ذني أرقام 4 للاتصال، ذني 2 للخارج وعندكم 2 للداخل. أما الرقم اللي راح يطلع هنا هسه هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب إذا تلاحظون مكتوب هنا للمشاركة عبر الرسائل، يعني ما أقدر أستقبل رسالة صوتية مثل بعض الأخوان يدازيلي رسائل صوتية، ما أقدر أستقبل مكالمة هاتفية عبر الواتساب ولا أي فيديو على هذا الرقم. فقط إذا ما قدرت تحصلنا دزلنا رسالة على هالرقم، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقرأ بالدقائق الأخيرة من حلقة صوتكم لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام البارحة طلعنا بموضوع ونفس الموضوع راح نطلع عليه، لأن اليوم تاريخ 28/11 الذكرى الثانية لمجزرة جسر الزيتون، هاي المجزرة اللي راحوا ضحيتها العديد من الشهداء، هاي المجزرة اللي انصابوا نتيجة هاي الحادثة الكثير من الشباب والشابات العراقيات نتيجة استخدام العنف المفرط مع أبناء الشعب العراقي وأبناء محافظة ذي قار. لكن المشكلة أنه إلى حد هذه اللحظة لا مطالب ثوار تشرين تحققت ولا مطالب ثوار ذي قار تحققت ولا أي مطلب من المطالب اللي طلعوا والظاهرة وثاروا من أجلها حققت لهم شيء. لا الفساد انتهى بالعراق ولا المحاصصة انتهت ولا المحسوبية انتهت ولا اللي فازوا أو رشحوا بالدورات السابقة بطلوا من العمل السياسي أو تركوا العمل السياسي أو ما رشحوا بالانتخابات اللي صارت بالفترة الأخيرة، الانتخابات الهزيلة اللي قاطعها 80% من الشعب العراقي وأكثر، الانتخابات اللي الحشد نفسه سوى تظاهرات وهدد بدخول المنطقة الخضراء ورفض الحالة وتزوير، ويطلع واحد يقول سيرفر بالإمارات ويطلع واحد يقول سيرفر ما أدري وين، ويطلع الخزعلي ويقول هذا تزوير أمريكي، ويطلع عامر يقول هذا تزوير نتيجة تدخلات خارجية والمالكي يرفضها. هاي الأمور كلها صارت وبالأخير شفتوا بيت مصطفى الكاظمي انقصف بأربع درونات بس ما صار شيء وما حكوا وياهم. لكن شباب الظهرة وراتوا رواتب وراتوا تبليط ورادوا مجاري ورادوا خدمات ومي وكهرباء وزراعة وصناعة وطرد المحتل الأجنبي كائن من يكون، دول ينكتلون ناس طلبت انه البلد يعيش مرتاح تنكتل، ناس طلبت مثلا وزارة الصحة تأدي واجبها الصحيح، وزارة الصحة لما يطب المواطن العراقي الى اي مستشفى علما ماكو مواطن بالعالم يروح برجله للمستشفى السلام عليكم اني ضايج عالجوني، ماكو واحد بالعالم يطب المستشفى ويقولهم والله انزعجت بالبيت عندي كآبة اعطوني دواء. اللي طب المستشفى هو اللي محتاجها، مريض فعليا او عنده مريض، السيد الوالد مريض، الوالدة مريضة، الاخ الاخت الزوجة الزوج الاولاد البنات مرضى ويحتاجون، تعرض الى حادث تعرض إلى مرض تعرض إلى وباء مثل الوباء المنتشر بالعالم اليوم اللي هو وباء كورونا، فيروح للمستشفى حتى يتعالج، يلقى طبيب يعالجه ويكشف عليه ويلقى صيدلية تعطي دواء ويلقى ردها الطوارئ بها كل المستلزمات ويلقى غرف سليمة ويقدر يقيم بها في حال احتياجه إلى إقامة. لكن اللي دا يصير بالعراق اليوم ماكو هذا الشيء.
الناس تشتري اسطوانات الغاز والناس تشتري السدية والناس تأجر الفراش والناس تجيب الأكسجين والناس تجيب أكلها وشربها وتروح تشتري الدواء من برا لأنه ماكو دواء بالمستشفى. هاي مثلا وزارة الصحة. مواطن بشكل عام اللي خلف جهال ينتظر ولده يكبرون يوم بيوم وفرحان بتربيتهم يصير عمرهم 6 سنين حتى يدخلهم مدرسة حتى يتعلمون حتى باكر عقبه يفرح بولده واحد منهم صار طبيب والثاني مهندس والثالث أستاذ جامعي والرابع صار دكتور والخامس صار أي مهنة. لكن اليوم التعليم بالعراق مثل ما شفتوا قبل 3-4 حلقات صف أول متوسط ما يعرف يقرأ ويكتب، صف ثالث متوسط ما يعرف يكتب اسمه، صف رابع ابتدائي ما يعرف يقرأ لما يعرف الحروف شن هي. هذا جانب ثاني. جانب ثالث اللي هو البلد لازم باعتماد على أكثر من نقطة للمدخول أو الدخل أو الميزانية. فأكو شريحة من الفلاحين والمزارعين ذولا اللي مدون الشعب بسلة غذائية بحيث إنه يكون هذا البلد مكتفي من هاي المادة الغذائية حتى ما يستورد من برا. وكان العراق هواية من المواد الغذائية مكتفي ذاتيا بل ويصدر إلى دول الخارج. اليوم ماكو زراعة. جانب لخ صناعة. كل بلد بي صناعات وبمعامل وبإنتاج. معمل واحد راح أجيب لكم إياه، معمل أدوية السامراء كان يصدر إلى كل دول الجوار، مو بس ينطي أدوية للمستشفيات العراقية. اليوم الصناعة ماكو. إذن العراق ما بي شيء غير الكهرباء غير المي غير المجاري غير الغاز غير الهواية أمور. شوارع ما بها تبليط عدل، أرصفة معدلة، عشوائيات، ذن كلهن أمور تراكمت خلت الناس تطلع. من طلعوا الناس انكتلوا. أنا السؤال اللي أرد أطرحه، شنو المفارقة بين التظاهرات اللي صارت وراء الانتخابات من جماعة الحشد باب المنطقة الخضراء واللي هددوا بالقصاص وقصفوا بيت رئيس الوزراء ورسموا له بوستر ومعلقة على حبل المشنقة ويدوسون عليه بحذيتهم وما حد حكى وياهم، لكن مواطن طلع ويقول أنا ما أريد فساد، ما أريد محاصصة، أريد بلدي إلي، أريد خيراتي إلي، ينقتل. ليش هاي المفارقة؟ صباح من بغداد، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أستاذ أفل. عليك السلام ورحمة. طبعا الجرائم من 2003 ولحد الآن تستمر يعني على يد الحكومة والتستر من القضاء العراقي. يعني احنا عندنا عدة جرائم، آلاف الجرائم صارت بالعراق تحت إشراف الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع والداخلية. من ضمنها مو بس ثوار تشرين الأبطال وشهدائهم الأبطال اللي ضحوا في أرواحهم من أجل العراق، يعني عندنا حادثة الحويجة، مزرة الحويجة اللي لحد الآن وإحنا ندري بها قوات حكومية من الجيش العراقي هي اللي قامت بقتل كل المتظاهرين الموجودين في ثورة المناطق الغربية في كركوك اللي يسموها مزرة الحويجة. ثوار تشرين وشغلة الناصرية متقصدين بها. يعني البارحة حكينا واليوم إن بعد حرب القنصلية الإيرانية كان يعني جن جنونهم كل الذيول الموجودين مثل جميل الشمري وعادل عبد المهدي رئيس الوزراء والأجهزة الأمنية صار عندها استنزاف في سبيل يردون بقساوة على منو؟ على الصدور الأبرياء من ثوار تشرين، وتم قتل أكثر من 70 شخص، استشهاد أكثر من 70 شخص. كل الموجودين بالسلطة توعدهم أن يأخذون القصاص من الجنات. من هم الجنات؟ الجنات هم الرد السريع، الرد السريع المخترق من قبل القيادات الموجودة به اللي هم ذيول إلى إيران، أعطوا الأوامر إلى الرد السريع وأرموا رممهم اللي صارت المزرة جسر الزيتون الذيقار، ومجازر عديدة بالناصرية صارت من قتل وخطف وإقصاء وتهجير وتهديد وعبوات ناسفة ولاصقة ومسدسات كواتم اللي يحملوها هم اللي يدعون بأنهم دولة. أي دولة هاي؟ اي دولة في سبيل اي دولة هاي؟ يعني شلون دولة هاي؟ دولة مال عتاقة، دولة مال علاسة، دولة مال مطيرتية، دولة مال ناسي كانوا يلمون قواطي وهسه صاروا برئاسة الوزارة،
دولة من يحكمنا احنا؟ يحكمونا ميليشيات، ميليشيات ولاءها الى ايران اكثر من ولاءها للوطن. وكل اللي خرجهم سواء بالغربية او بالناصرية، الغربية اقصد سابقا من قمعها المالكي، وحاليا في جنوب العراق اللي هم ينقمعوها رؤساء الوزراء الموجودين من مصطفى الكاظمي الى عادل عبد المهدي الى حيدر العبادي، كلهم مشتركين، كلهم عملاء وذيول، وما يقدر يطبقون القانون ضد الجنات، لأن الجنات محمين من قبل الأحزاب، والأحزاب كلها ولاءها إلى إيران. فأصبح الجاني هو الدولة، يعني أصبح ميليشيات الحشد هم الدولة. أصبحت القيادات الموجودة في وزارة الدفاع والداخلية والاتحادية والأجهزة الأمنية والأمن الوطني والمخابرات كلهم ذيول، وكلهم كقيادات كلهم، مو احنا نحكي عن الناس اللي بالدفاع اللي رايحين منتسبين رايح على مد الراتب، لأن ما له ملاذ إلا الدفاع، أو الداخلية ما له ملاذ إلا الداخلية في سبيل يعيش عائلته، ذولي واحد. لكن نحكي على القيادات اللي تعطي الأوامر بالرمي ضد الثوار تشرين وغيرهم، القيادة الخفية والمافيا اللي تعطي الأوامر بالخطف والقتل، من هو وراها؟ وراها هادي العامري والحشيد ونور المالكي وقيس الخزعلي. لكن أكو القانون والقضاء يقدر يواجههم؟ هل الدفاع، وزارة الدفاع، وزير الدفاع يقدر يواجه جميل الشمري اللي هو يعتبر منتسب أيضا وقائد في الدفاع؟ يعني اتحادية وداخلية كل اللي صارم عليها هم منظمة بدر. فكل الأجهزة الأمنية احنا عندنا مخترقة، احنا ما عندنا دولة، احنا ناس عندنا ناس جمي من خلف الحدود العراقية، وحاليا استلمهم الدولة كاملة، حزب الدعوة ومن لف لفهم. ما عندنا دولة، دولة العتاقة يسموها دولي، من العتيق إلى رئاسة الوزراء وشايل لي باج وشايل لي مسدس وصاعد مونيكا، أول تالي تصعدون مونيكات أنتوا لو صدق زلم ورجال دولة كان من 2003 لحد الآن بنيتوا فد شيء يذكر لكم ويحسب عليكم، ما عندكم أي إنجاز، ما عندكم تاريخ العراق. كل أول مرة بتاريخ العراق من تأسس العراق لحد الآن يحكمون هيك ناس قتلوا مجرمين وفاسدين، ما عندهم أي إنجاز، ما عندهم أي إنجاز يذكر. شنو إنجازاتكم أنتوا يا حزب الدعوة من 2003 لحد الآن غير القتل والتهجير والطائفية وتعطيل كافة الوزارات مثل ما تفضلت بتقريرك؟ أي وزارة هسه نريد نحكي بها، زراعة، تربية، تعليم عالي، كهرباء، صناعة، تجارة، هجرة ومهجرين، كلهن معطلات. وهسه إذا يعزلون الوزارات كلها ويروحون الموظفين والوزير السيد الوزير الفاسد اللي تابع إلى حزب يروحون لأهله وينام يمرته، فتلقى الوزارة ما عندها أي تقديم خدمة للمواطن. إذن الوزارة معطلة بالكامل، يعني ما عندنا وزارة خدمية جاي تشتغل لصالح المواطن العراقي، لا في شمال لا في جنوب لا في غرب لا في بغداد. بغداد هاي عاصمة الرشيد، هيك يصير بيها؟ متقصدين ان يدمرون معالم بغداد ويدمرون التعليم ويدمرون الزراعة وفي سبيل احنا يصير الملجأ الاول والاخير هي ايران؟ جاءت السوء نستورد من عندها، احنا البلد الصناعي قبل 2003 نستورد حاليا كل شيء نستورده من ايران، مواد غذائيه، زراعيه، صناعيه، كهرباء، حتى المي هذا اللي قطعوه مي، يلا قطعوه، ما حد قدر من الاحزاب وقاده الرئاسات الثلاثه قدر يجابه ايران ويقول ليش قطعت روافد الماء اللي صب في انهر بغداد؟ ما حد يقدر يحكي وياهم، لان هاي اسيادهم شلون يحكي؟ يطلعوه من المنصب. نعم. شكرا جزيلا لك اخ صباح. ابو علي من الناصريه ويانا، حياك الله ابو علي. ابو علي، ورا ما صارت مجزره الناصريه واتهام جميل الشمري بالقيام بهذه المجزره، وراح ضحيه هاي المجزره اكثر من 120 متضار بين شهيد وجريح، اغلقت اللجنه التحقيقيه التي شكلت من الحكومه ملف القضيه بذريعه الحجه مالتهم عدم وضوح مقاطع الفيديو المتداوله وعجزها عن تحديد هوية الأفراد، الأجهزة الأمنية التي أطلقت الرصاص الحي باتجاه المتظاهرين. رقم واحد، هل هذا الشيء مقنع لإلغاء القضية وعدم محاسبة قتلة المتظاهرين اللي صاروا بهاي المجزرة؟ رقم اثنين، إذا كانت الفيديوهات مو واضحة مثل ما قالوا اللجنة التحقيقية، لعد شنو دور الجهات الأمنية اللي كانت موجودة بالمنطقة في عدم حفظها أمن المواطنين؟ الله يساعدك حبيبي، شلونك؟ مشتاقين، عاش من شابك، الله يخليك حبيبي، شلونك؟ الله يخلي الإذاعة، الله يخليك ويساعدك أخوي، الله يطول عمرك، شلونك؟ نحمد الله على كل شيء أغاتي أستاذ حبيبي. خلنا مجال، أحمد الله وجهك، خلنا نتورف وياك. إيه تفضل، نتناقش وياك. خلني
شوف الامنيه يدرون يعني يعرفون يا القاتل، هم يدرون يعني حق يعني الكاميرات موجوده، يعني هم القتله معروفين، يعني حتى المسود هم يقول لك يعني اني ما تيهم. حبيبي القتله معروفين، هم الميليشيات التابعين لايران، لا هذا على اساس احنا نقول خابنا شاشايا ما يقبلون الشيطان الكبير الخامنئي، عرفت؟ هو يعطيهم الاوامر، ذولا يعني يعتبرهم ذولا السماكو، يعتبرهم السفارات الامريكيه. نعم. هم ذولا مو سفارات امريكيه، هو شاب يريد يتزوج يعني ما عنده فلوس، لا شايل له سلاح، شايل له ورده علم عراقي، مو صحيح؟ ما شايل له. فذولا يا اخويا يعني يقول لك هذا من يحكي المظاهر احنا الكتله ناخذ امواله وين نوديها؟ لايران. هاي الموازنات فلوس الامام ودونها المقدسات. الله وكيلك يا استاذ، والله العظيم انا كل ما اتحلم الرسول يقول ذولا مو اسلام، والله العظيم، والله كل ما اتحلم اصلي انا رجال من اهل الله. لا حياك الله. صاحب لا حزب عندي، لا بيد ولا ويع بيد، انا اصلي اجاوب الله، من اجاوب الله يرد علي رجال يعني مطبق قانون رب العالمين. نعم. انا اعبد الله، اعبد رب العالمين، غير الله ما اعبد. انا سمو يمك شيعي، انا اعبد الله، انا رجال عرب ترى شمري، عرفت؟ ماكو فرق اخوي ابو علي، ماكو فرق، خلينا نعبر هاي التسميات. نعم. اقول لك احنا عايشين ويا السنه، ان الله خالق امه واحده، يعني حبيبنا رسول الله يقول الله خالق امه واحده، بس الطائفيه هاي من سوتها الى جانب، عرفت؟ سووها هذول الطائفيه العباده لله. هسه حبيبنا رسول الله من يشوف هاي الشباب ما يقبل، الرسول يطي مو ياخذ من العالم، الانبياء يطون يعني الرسول يشتغل ويطي الفقراء، احنا ذول المعممين ماكو ياخذ ما يطي، يعني او يقرا على الحسين كلاوات ويقفص على الواديم وياخذ اربع اوراق، يعني انت الامام هو محتاج فلوسك، يعني هاي القبه يبوقونه. الله وكيلك هسه الشباب عندنا، ها الشباب يعني مع احتراماتي امسوا روح مثل المره، يعني قلد الغرب، عرفت؟ النساء يسووا روحها مثل الرجال زين، والرجل يسووا روحها مثل المره، شنو هاي سببها؟ امريكا دخلت الفساد علينا، والرسول الله وكيلك ما يقبل، حتى الله ما يقبل، والله العظيم كل ما اتحلم ان امريكا تجيها هزات ارضيه. نعم. او هاي الدماء. نعم. وهذول الفاسدين الله وكيلك والله مو من يم الحكي. نعم. نعم. يقول نعم. الله هذول قبل للجحيم والله. نعم. شكرا. ايامهم ترى كلش. شكرا شكرا لك ابو علي. من الناصرية عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. السلام عليكم. عليكم السلام أغاشي. أستاذ أفل بالنسبة للمعاناة. نعم. حبيب قلبي الله يخليك. أستاذ أفل بالنسبة للمعاناة العراقيين خصوصا يعني بعد 2003 هي خطة مدبرة ويعني مرتبة بصورة صحيحة، والأدوات مالتها اللي جاي يحكمونا حاليا، لأنه أنت إذا جاي تشوف أي إنجاز ما موجود بأي وزارة، لا وزارة الصحة، لا وزارة التربية، لا الصناعة، لا الزراعة، هذا شنو هم يدون يوصلون لهذا الشيء، هو تدمير هذا البلد من دول إقليمية محيطة بنا نفس الدور ونفس الكيان اللي هو الكيان الفارسي والكيان الصهيوني. فالكيانين دول هم أساس تدمير العراق. أنت لا تغرك هذه المناوشات بيناتهم، لكنه أنت تعرف كل زين بأنه التعاون الفارسي اليهودي ومن أيام القضاء على إمبراطورية نبوخذنصر الدولة البابلية، فمن ذاك الزمن هذا الزمن هو أكو اتفاق مرتب بين اليهود والفرس، وكل اللي يقول لك أكو عداء بيناتهم هذا إنسان ميتم. نعم. أريد يعني أنا أقول شيء،
احنا قبل يعني نعرف بانه بالتقارير اللي قبل العدوان الامريكي ويعني حتى بالتسعينات او الثمانينات نعرف بانه الحرب المستقبليه هي حرب بيولوجيه وحرب المياه. الحرب البيولوجيه هي الحرب المصطنعه اللي جاي نشوفها اليوم، يعني هاي كورونا وهذه هاي احنا نعرف انها حرب مفتعله، وحرب المياه اللي يفوتها هو الكيان الصهيوني، وكل من يتعاون ويا الكيان الصهيوني على قطع المياه عن العراق هو حليف للكيان الصهيوني والعمل على تدمير هذا البلد. نعم، شكرا شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو وطن من لندن، حياك الله ابو وطن. اخي العزيز تحياتي لك وللجمهور الكريم. تحيه ودوم اخوي العزيز. الله يخليك. عفوا اخ ارسل مثل ما يقولون شر البلية ما يضحك. ذكرت حضرتك ذكرت ان لجنة التحقيق المختصة بالحادثة الناصرية رفضت اغلقت ملف القضية. نعم بالضبط، واحد الاسباب المضحكة المبكية بنفس الوقت ان عدم وضوح مقاطع الفيديو. نعم زين، الجرائم اللي تتم الجرائم الفردية او الجماعية او ما يسمى جرائم الحرب وجرائم ضد حقوق الإنسان هاي كلها لازم يكون بها مقطع فيديو مثلا، يعني هذا السبب مخزي، يعني حشاك لو ساكتين هو يحتل لهم من هالشكل يطرحون هي السبب. هذا يدل حشاك على ثقافتهم وعلى حقارتهم وعلى استهزائهم بالشعب العراقي. أكو أحد يطرح هي السبب عدم وضوح الفيديو؟ شنو هي مباراة مال كأس العالم؟ عدم وضوح الفيديو عيب هذا الكلام. بالنسبة أعرج على موضوع آخر تقريبا يعني مرتبط بهذا الموضوع. نعم. حادثة ليش نستغرب يعني استهداف ليش التمييز، حضرتك تقول التمييز بين متظاهرين تشرين وبين ما يسمى المتظاهرين الحاليين اللي أمام المنطقة الخضراء. نعم. إحنا نعرف طبعا الفرق واضح، يعني شتان ما بين الذبيحة والنحر. الناس اللي طلعوا بتشرين ناس بسطاء طلعوا، يعني ناس متضررين حالهم حال الشعب العراقي، هم يمثلون الشعب العراقي بأكمله من شماله إلى جنوبه بسبب القهر والظلم وسوء الخدمات والتجويع وكل أشكال الظلم اللي واقع بالعراق من 2003 لحد يومك هذا. لذلك خرجوا هاي الناس. أما اللي خرجوا الآن مع احترامي لمسامع الجمهور، هذول معروفين هم من منغولة خميني جايين يردون، يعني حسوا ان الدولة راح تضيع من عندهم ناس كانوا جوعية مشتتين بالبلدان، جابوهم الامريكان خلطل عليهم، جابوهم كلاب خلف دباباتهم مو على ظهور الدبابة مثل ما يقولون، شافوا نفسهم من جائع حافي الى كل مقدرات الدولة بايده، فجأة هالشكل تصير انتخابات بين قوسين ويفقدون السلطة، ما راح يسكتون، يطلعون مظاهرات يهددون يضربون رئيس وزراء. ورئيس الوزراء هسه انا اتحداه وهذا الكاظمي، هو يقول انا اعرف من اللي قام بعمليه قصف المنزله، واحنا طبعا كلنا نعرف ابسط عراقي هسه ابسط عراقي يعرف من اللي قام بهذا الفعل، لكن اتحداه اذا يحكي ويقول من اللي قام بهذا الفعل ويكشف المتورطين اتحداه. نعم لانهم اقوى. نعم شكرا شكرا لك ابو وطن. ابو شيماء من بغداد حياك الله. ابو شيماء ابو شيماء تسمعني؟ لا تسمع لازم تكلمني. حياك الله ابو شيماء. الله يساعدك حبيبي ويساعدك يا قلبي. هذا الحديث هذا اللي تحدث قبل شوية يقول ذولا 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 عراقيين شرفاء، ذولا مو مثل قاعد بلندن ما أدري وين، يقول نغورة خميني الإمام تاج راسك. أقول له ما أسمح لك تتجاوز على مواطن. نعم ألو يعني هسه اتهامك الخميني لو المواطن العراقي؟ مو المواطن استاذ الحديث، هذا تجاوز. هذا انت شلون تسمح لفضائيه يطلع واحد امحله؟ والله يا اخوي العزيز انا يعني الخميني ما يهمني، على شرف وعرضه وقعد. انا الخميني ما يهمني يا اخوي العزيز، انا لا الخميني ولا خامنئي ولا ايران ولا ولا
فتحت سفارات لإسرائيل، فتحت الدول كلها فتحت سفارات لإسرائيل، ما جبنا واحد من دول الإمارات حتى على إسرائيل على الخليج، وبس على إيران إيران إيران. يعني هاي هسه احنا هاي ما عندنا شغل وعمل بس إيران يا أستاذ رفيل. أبو شيماء يعني ما يصير أبو شيماء يعني أبو شيماء أبو شيماء لا الخميني يهمني، تفضل أستاذ، ولا خامنئي يهمني، ولا سليماني، ولا الحشد العفو القدس جيش القدس او ما يسموه ايش تريدون يسموه سموه، لانه لو بخير كان يروح يحرر بالقدس. ذولا كلهم ما يهموني، انا يهمني العراق. فانت يهمك الخميني جاوبني، يهمك الخميني لو العراق، يهمك الخميني لو العراق. انا مو اقول هذا رجل العالم مرجع ديني، انت يهمك ما تجاوبني يا اخويا. الخميني الخميني يهمك لو العراق، هو العراق هو الكل بالكل، بس ما يصير يا أستاذ العزيز. ماذا تجاوبني؟ همك الخميني لو العراق؟ لا يهمنا العراق، العراق رجل. إذا يهمك العراق فاحكي لي بالعراق. اليوم اسمعني يا أبو شيماء. العراق تحكي لك أستاذ العزيز، إذا واحد يحكي 24 ساعة الحرس الثوري الجيش العراقي والحشيد كلهم إيرانيين، إيش طلعتها يعني؟ إحنا مثل ذاك مثل الدواعش، كل ما حكى وقال هذول صفويين وإيرانيين. أبو شيماء أبو شيماء تفضل. أبو شيماء لما انطبوا تنظيم الدولة ما يسمى بين قوسين داعش، وهو تنظيم إرهابي، إلى محافظات العراق ثلاثة بزمن المالكي، وأكو قيادات عسكرية ورتب وفرقاء ما شاء الله شادين نجم بمراسيم جمهورية على اشتافاتهم، قيامة الله لبس الدشداشة وانهزم وما حد حكى وياه. ولما يطلع لي واحد يوقف لي بنص ذي قار على جسر الزيتون وهمين رتبة ما شاء الله عليهن، ويقتل بالمتظاهرين ويصوب بيهم، و120 واحد يوقع وما حد يحكي وياه. زين أبو شيماء، يعني أنت يهمك منو هسه؟ المواطن لو يهمك هذا حبيبي هذا يهمني المواطن، مو ما يهمني بس هاي المواطن ده ينكتل نتيجة للعراق أستاذ الحديث. نعم أنا يهمني يهمني المواطن، ليش ما يهمني أنا الأعداد؟ مو بعايز بالبلد، أنا مو تحمل الظلم العراق، بس المفروض واحد مين يتحدث يتحدث بمنطق، يعني منطق كلام صحيح، يعني شنو احكي لي بالمنطق ابو شيماء. وفضائيات اسرائيليه، تصور ذاك اليوم واحد اسرائيلي طالع مخلي العلم مال الاهواز، دول العرب ما يسموهم صفوه، انت جابك انت اسرائيلي صهيوني، شوف التناقض استاذ ابو شيماء. ابو يعني شيماء عوف 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 اسرائيل وعوف الكيان الصهيوني وعوف ايران وعوف كل شيء. احكي لي بالمنطق بالعراق، وين اكو منطق بالعراق اليوم؟ منطق شنو يعني؟ انت مو تقول نريد نحكي بالمنطق؟ يلا احكي لي بالمنطق. اي بالمنطق استاذ الحديد، بالمنطق هسه يقول ذولا تجاوز على ذولا الناس، حقوقهم مسلوبه ونتائجهم تزوير وناس مواطن الدستور على حق يطالع. من هو اللي حقوقه مسلوبه؟ قيس الخزعلي ابو شيماء؟ قيس الخزعلي حقوقه مسلوبه؟ لا رجل، مو قضيه حقوقه مسلوبه الرجال، اكو انتخابات وانتخابات. لا ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء حبيب قلبي ابو شيماء، التظاهرات اللي صارت بباب المنطقه الخضراء انفضحت، وكلها عرفت انه الحشد اللي مولها بفلوس العراقيين، وكلها عرفت من واقف وراها. بس اسمعني، اوقف علي، اوقف وياي يا اخوي. وطلع قيس الخزعلي وطلع هادي العامري وهدده وبالبونت العريض مثل ما يقولون بالعنوان حكوا، ذولا حقوقهم مسلوبه لو المواطن اللي صار بساحه التحرير وبساحه الحبوبي حقوقه مسلوبه. التحرير دول هم مسؤولين على مسؤولين على كتل، مسؤولين على المواطنين. لحد اذا هذا ما يداعي لي داعي للمواطن. اوكي رحم الله والديك، شكرا جزيلا لك اخوي العزيز ابو شيماء. ابو شيماء يقول اذا الخزعلي وهادي العامري ما يداعي لعد منه اللي داعي؟ طبعا، لانه اذا الخزعلي وهادي العامري باوع العراق ملك صرف للخلفه فحقه يداعي، بس المواطن العراقي من حقه يداعي؟ ما جاوبتني على هذا السؤال، يعني عادي ينكتل. محمد من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخي هاي الحكي والهذا الله شاهد، يعني ما بي اي حش بالنسبه للاحزاب الفاشله. هاي الاحزاب الفاشله هسه بينت بان هي خسرانه وانتهى الموضوع. انا اخوك ان شاء الله، يا ان شاء الله ما كنت افرقه، ان شاء الله شيعة وسنة، ان شاء الله العراق واحد اكيد. بس ان شاء اي ان شاء الله ماكو بعد، الاحزاب انتهت وهسه ما عندهم مرقه تريد تشوف شلون تريد الطب، ما تقدر، انتهى موضوعها وهسه
الرجال البحث الجديد إن شاء الله بالأسعار الأسواق ما أسواق ارتفاع الدولار هذا إن شاء الله أهم إن شاء الله راح تتجاوز والشعب إن شاء الله راح المرحلة مهمة إن شاء الله راح تجينا إن شاء الله إن شاء الله كل الخير وإن شاء الله هاي الأحزاب رايحة واحنا ضالين كشعب وتطلع حق هاي الشهداء الراحة 700 إن شاء الله ويتحاكمون يتحاكمون محاكمة إن شاء الله عادلة معادل عبد المهدي وغيره وغيره وهذول الأحزاب الفاسدة من العفو شوية متوتر من وراء هذول الأحزاب الفاشلة والله العظيم مع الأسف والله هيك العراق يندار من ناس تعبانين هاي أصحاب الشهداء أصحاب يعني ما أدري يعني شكل لك والله العظيم حسرة بقلبنا نحكي حسرة والله حسرة سبحان الله الحمد لله والشكر نعم شكرا شكرا لك أخ محمد أبو كرار من بغداد حياك الله يا أبو كرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك السلام والرحمة والإكرام أغاتي أنا ما عندي شيء نعم العراقيين 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 الأبطال نعم شربوا خميني كأس السم وقالها بلسانه مو أنا قلتها العراقيين الأبطال ضربوا إسرائيل تفتكيل صاروخ من دول المقاومة يضربوا إسرائيل 5 صواريخ ما عليك ذلك العراقيين سليم الجبوري ما خلى شيء للعراقيين الشرفاء والنبلاء من يقول هادي العامري ابن العراق البار وأنا أشكرك جزيل الشكر شكرا لك أبو كرار ما حصل بالعراق حصل لكن المشكلة اللي ديعاني من أدها العراق هي وجود فكر أنه ينظر إلى أبناء العراقيين أنهم مو عراقيين السياسيين العراقيين اليوم ما أعرف شلون يتعاملون هل هو سياسي حق وحقيق هاي رقم واحد رقم اثنين ما أعرف شلون يتعاملون ويا المواطن يعني هو يدعي أنه هو عراقي يمتلك جواز عراقي يستفاد من أموال الدولة العراقية ويستفاد بسفرياته من الخطوط الجوية العراقية ويستفاد من مي وتراب وسماء هذا البلد وفلوس البلد بجيبه بس المواطن من يحكي ما له حق يحكي ليش؟ لأنه هاي الحزب ما راضي أبو حسون من ديالى حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الإكرام شلونك أستاذنا العزيز؟ هلا بيك يا الغالي أستاذنا العزيز ماكو هذا البلدنا ماكو سنة وشيعة ماكو هالسوالف هاي التعبانة والله العظيم احنا صاحبين سيارات نشتغل بالجنوب نشتغل باليمانية نشتغل هذا الأسلوب الضعيف والله ماكو أبو حسون يعني هي بالتأكيد ماكو لسبب أولاً الشعب العراقي متأخر متأصف فيما بينه هاي رقم واحد رقم اثنين هاي المسميات سنة وشيعة وأكراد وعرب وتركمان وصابئة ويزيدين ومندائين ما حد كان يعرفها يعني قبل من كنا صغار نعرف أنه أكو طالب صبي لما نيجي درس الإسلامية ويطلع من الصف ومخير يبقى لو يطلع نعرف أنه هذا ديانته غير ديانة أو مو مسلم لكن اللي صار بعد الاحتلال هم وجدوا طريقة هذه الطريقة حتى يبقون يسيطرون على البلد هي تقسيم البلد بضوء محاصصة ثلاثية مقيتة حتى هاي المحاصصة منطت الأقليات حقها ومنطت باقي قوميات الشعب العراقي حقها قسموا العراق كشيعة وعرب عفوا شيعة وسنة وأكراد قسموا الرئاسات الثلاث مقسمة إلى هاي التقسيمات والمحاصصة الطائفية اللي وضعها بريمر قسموا البرلمان على ضوء ذلك قسموا الوزارات والمدارس على ضوء ذلك حتى المنتخب الرياضي منتخب كرة القدم مقسم على ضوء هذا الأمر يعني أوجدوا طريقة حتى يبقون مسيطرين لما انطلع الشعب وقال لا للمحاصصة انقتل ويا يا أبو حسون انقطع الاتصال ويا أبو حسون يعني السؤال اللي ينطرح لجنة التحقيق بسقوط الموصل لليوم ما حد يعرف نتائجها هم قالوا من المسبب بس شنو صار
حاكمه احد. يعني اللجنة تحقيق سقوط الموصل نور المالكي احد اسبابها، اللجنة قالت احد حاسب النور المالكي. مجازر بالعراق هواية، هي مو بس مجزرة جسر الزيتون، جامع سارية وجامع مصعب ومجزرة حويجة ومجزرة بلنبار ومجزرة الرزازة ومجزرة ما أدري وين، مجازر أكو بالعراق. حتى الصليب الأحمر أو الأمم المتحدة وجدت مقابر جماعية في بعض المناطق، يعني استحدثت حديثا إن وجدت وراء ما صارت قضية داعش بالعراق، هاي المسرحية اللي ضحكوا بها على العراقيين واللي دمرت العراق أكثر. أبو مازن من الموصل ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون أخويا؟ هلا بيك يا الغالي. أستاذ العزيز، أنا من الموصل. حياك الله. على رأسي. والله يا رجل، والله يا رجل احنا معظومين على هذا الشيء، يعني صارت سنه وصارت الشيعه وصارت هاي الامور. يا اخي تدري احنا المواطنين احنا الواقعين بيها، ما حد واقع بيها، احنا واقعين بيها يا اساس. يعني الذبح بينا، الجوع بينا، العطش بينا، يعني معدن عرف، معدن عرف ارجينا راس خيط يا اخي. خلى الدوله طلعنا راس خيط، اكو هالشيء هذا ما. وشكرا جزاك الله خير وممنون لك انت ابو العدل والله. شكرا، شكرا لك ابو مازن. يعني بلدان العالم ما بيها اقليات، ما بيها قوميات، ما بيها اختلاط، بس يا دوله بالعالم تتعامل مثل ما يتعاملون اليوم بالعراق. الا اللهم دوله واحده كنا نسمع انه اكو محاصصه لتقسيم الرئاسات الثلاث ما بين رئيس برلمان ورئيس مجلس وزراء ورئيس جمهورية، رئيس جمهورية مسيحي، رئيس مجلس نواب شيعي ورئيس وزراء سني، هي لبنان. كنا قبل دولة شدي يحكوا شنو يعني. اليوم احنا صرنا نفس الشيء بس احنا أتعس. ابو حسون من ديالى رجع لنا، حياك الله ابو حسون. اخوي العزيز السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. استاذنا العزيز والله احنا قلت لك نشتغل يعني على باب الله، بس قيمه الدياله السوق بمحافظات الدياله كلها ما، او بمحافظات العراق العفو كلها ما، مثل سوق دياله، مثل عمل دياله، مثل يعني بالسيطرات بال هاي المشاكل اللي تصير بالعصابات اللي تصير، يعني سيطرات توقف بالشارع تاخذ فلوس اصلا علينا، فماكو هذا الشيء والله. تاخذ يعني فلوس؟ ايه نعم، ايه عم تاخذ فلوس. فلوس مال شنو؟ فلوس مال يعني انت المحمل المخضر اللي محمل غصبا عليك ياخذون من عندك. اتاوى يعني خاوي رحم الله والديك. خاوي نعم، خاوي ياخذون. والله ذاك اليوم عبروا ايه من الدوز ايه لما وصلونا لبغداد، والله 750 الف عبرونا سيطرات. هو ما ممنوع، هو مخضر، باذنجان، خيار، طماطه، هذا الشيء. زين زين، والحمل اللي شايله ابو السياره ايش قد يجيب له؟ والله الصادق يجيبه هو مجبور يعني محمل. أي. مجبور شيء ذب يذب 50 دينار، ذب 100 دينار على الكيلو ويساعد على المواطن، شيء يسوي له؟ لا مواني انت قلت وصلونا لبغداد ب 750، احنا حتى نحسب حساب عرب. هو الحمل مشتري بفلوس فصاير عليه مبلغ. طبعا مشتري بفلوس من نبيعه. طبعا من نبيعه لازم يطلع ربح. قول يعني نعم. فرضا الحمل هذا ايش قد يقدر يشتري من العلوه؟ يشتري مثلا فرضا نقول على الباذنجان مثلا يشتري ب 400 دينار 350. لا لا، حمله كلها، حمل البيك اب كلها انا اقصد، يعني تقريبا ايش قد يحتاج حمل البيك اب؟ اي والله مليون 750 مليون. قول مليون، قول مليون ودفع. إيه؟ 750 مال خاوات مال سيطرات بالطريق. إيه؟ صار عليه بمليونين. إيه؟ الا ربع. من يبيعه يجيب له مليونين. إيه؟ الا ربع. لا والله يخسر. والله اكو عندنا جماعه يحملون شنطه نشاط، يحمل له 6 طنون بالكنتار. نعم. يحمل له 6 طنون والله يربح 100,000 والله العظيم، 100,000 150 200 يقول الحمد لله وشكر، لان ماكو قاعده، ماكو شغل. محمل 6 طنون يعني 6,000. إيه؟ كيلو يربح 100,000. اي إيه والله. واذا ما يخسر لا عاد ابو البيك اب الصغير او المحل ايش قد يربح اخويا؟
والله استاذ ماكو يعني انت ابد لا تسمع يعني مال مال ربح ملايين وربح هذا العمل راح بال 2010 لا احنا ما احنا ما يعني ما نحكي ملايين بس انت تقول لي 6 طنون يعني 6000 كيلو جاب لهذا الربح القليل ايش قد يطي يطي سواق التريلات يطي جماعته يطي الاهله ياكل ويشرب بس انا اقصد اللي ابو المخضر اللي فاتح شمبر بالشارع هذا شلون عايش والله عايش بالضيم عايش بالضيم استاذ نعم عايش بالضيم هذا يعني مذابحينا موتينا والله كل عملنا يعني بالقران مخنوقين لا حول ولا قوه تشتكي تحكي تشتكي من اقتصاديه تشتكي من دوله تشتكي ما يفيد يعني لا حول ولا قوه يعني المخضر سلونا بيه عذبونا والله قاعدين بالبيت زين ابو حسن سؤال بلا زحمه عليك إيه؟ احنا نعرف انه محافظه دياله هي سلت العراق بالحمضيات مثلا وضع المزارع العراقية بمحافظة ديالة شلون اليوم هسا ماكو لان احنا مزارعنا تصير بالصيف نعم احنا مزارعنا بالصيف بس هسا المزارع اكثر شيء بالشمال بالصيف مزارع الجنوب مزارع ديالة بالشمال ماكو هسا بالشتاء لا المزارع اكثر شيء بالشمال زين بعد هالمزارع ملك الأصحابها لو صار تجريف وسيطر عليها أو أخذوها خاوة مثلاً لا هنا بس صار تجريف مال بديالة مال بساتين ما بساتين على مود الدواعش والسوالف بس لا يعني كل من مزارع وكل من جيعانة وكل من أرضه زين المي شلونه يمكن بديالة ضعيف ونهر ديالة ضعيف والله ضعيف إلى أبعد الحدود نعم 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 شكرا قلت لك يعني احنا نعم ممنون استاذنا والله قلت لك يعني متأذين يعني بديالة مزيت العصابات نعم عصابات مزيت نعم شكرا لك اخويا ابو حسون بالنسبة الى رسائل الواتساب السلام عليكم قناتنا البطلة اخي افل الكاظمي هو احد العلوج للميليشيات القمعية وهو راس من رؤساء الميليشيات وان شاء الله بعون الله يتم سحلهم في بغداد ويتعلقون بالتحرير هو واعوانه وكل ذي اللي يغطي وتكلم معاهم وكل ذي اللي يغطي على ضيمهم وتكلم معاهم ولنصر الشعب إن شاء الله موت يا ذيول إن شاء الله نقص ذيولكم أخوكم من بغداد أبو محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يحفظ كل أهل العراق من أهل سنة وشيعة وكرد ويكونوا صف واحد لإسقاط الظالمين اللهم آمين أخوكم أبو عمر الإباضي من سلطنة عمان حياك الله أخوي العزيز أبو عمر وحيا الله أخواننا وحبايبنا وأهلنا في الوطن العربي من الخليج حتى المحيط السلام عليكم قناة الرافدين البطلة الله يعين العراق على مصابة رسالة ثانية السلام عليكم اليوم برهم صالح أصدر قرار صدم به كل العراقيين أتمنى تطلعوا أنا أريد أناشد وزارة التربية رسالة أخرى نطالب السيد وزير التربية بإرجاع الدور الثالث لأنه إحنا من حقنا مثل ما قاله ودرسنا وتعبنا حتى ننجح وإحنا كنا نحتاج هذا الدور مشاهدينا الكرام ما يحصل اليوم بالعراق العراق بمشاكل هواية واحدة من مشاكل العراق أنه شعبه ما محصل حقه ما محصل أدنى مستوى من الحقوق من المفترض على أي شعب بالعالم أن يحصله وهو الغذاء الأمان الراحة خدمات اللي هي الكهرباء غاز مي شوارع أرصفة مدارس مستشفيات ذن المفروض مسلمات ذن المفروض المواطن العراقي ما يفكر بهن ما يفكر أنه يلقى علاج لو ما يلقى علاج ما يفكر باكر عقبة لازم يفتر 700 صيدلية حتى يدور صيدلية أرخص لأنه ماكو رقابة ما يفكر أن المواد الغذائية صالحة لو مو صالحة لأنه عفواً أكو جهات هي اللي تراقب هذا الشيء ما يفكر المواطن العراقي أنه تجي كهرباء لو ما تجي كهرباء المفروض ما يفكر المواطن العراقي أنه ولده يدرسون لو ما يدرسون ما يفكر المواطن العراقي أنه إذا اشتغل أكو راتب لو ماكو راتب هذن الأشياء لازم من المسلمات لازم ما يفكر بهن لازم المواطن العراقي تمطر الدنيا بالشتاء عادي حالة حال أي شعوب العالم شن يعني مطرت بس ما يفكر أنه يفيض بيته لو لا لكن اللي دا يصير اليوم بالعراق أنه المواطن العراقي قاعد يفكر بدال الحكومة اليوم المواطن العراقي دا يفكر بالصحة ودا يفكر بالكهرباء ودا يفكر بالمي ودا يفكر بالغاز ودا يفكر بالأرصفة وبالمدارس وبالطرق وبالخدمات وبكل شيء وبالرواتب وبالتقاعد وبالرعاية الاجتماعية وبالرعاية الصحية
فهو صاير هو بمكان الحكومة، لا عاد حكومة شنو دورها؟ الجواب يمكن بالتأكيد. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد باكر بإذن الله. فيما لا مشاهدينا.